موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في ذكر الفوائد على سورة يوسف عليه السلام: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا، وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوانه الإثم الكبير. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة في شرع الله عز وجل، أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فالإنسان إذا كان في موقف وتحتم عليه الوقوع في ضررين أو شرين، ولا بد ولا محالة فإنه سيفعل شيئا منهما وسيقع في واحد منهما، فحينئذ ترشده الشريعة إلى ارتكاب أخف الضررين وتحمل أخف الإثمين أو الشرين لاتقاء الضرر الأعظم. فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا، وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، هذا القول رغم أنه ظلم ليوسف عليه السلام وضرر وشر، لكنه اندفع بسببه الظلم الأكبر وهو قتل يوسف عليه السلام. كذلك الإنسان ربما يكون في حياته يقع في شيء من ذلك، أو ربما يكون فيما هو حوله من الواقع، ربما يكون في واقع انتشر فيه الظلم وهو يحاول دفع هذا الظلم أو رفعه، لكنه غير ممكن إلا بظلم أعظم، فإنه في هذه الحالة يتحمل الظلم الأقل في مقابل دفع الظلم الأعظم والأكبر. يقول: ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، يعني لو أن إنسانا أخذ شيئا ليس له ثم باعه، وبيع هذا الشيء وانتقل من يد إلى أخرى حتى لم يعرف من صاحب هذا الشيء، فهل المشتري الجديد أو الذي أخذه بعد ذلك عليه إثم؟ يقول: ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. فإن يوسف، يعني هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هي من القواعد الصحيحة فعلا التي ذكرها العلماء، ولكن لا تنطبق انطباقا كليا على قصة يوسف عليه السلام. يقول: فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها، وبقي عنده عند سيده غلاما رقيقا، بقي عند سيده غلاما رقيقا، وسماه الله شراء، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. الاستدلال على صحة بيع ما لم يعلم حقيقة مالكه لتداول الأيدي له بهذه القصة فيه نظر، فإن بيع يوسف كان حراما وباطلا قطعا، وإنما سماه الله شراء في قوله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته لواقع الحال، حتى ولو كان باطلا كما تقول بيع الخمر حرام وباطل فتسميه بيعا، فهذه التسمية لا تدل على صحته. ولذا لم يحتج يوسف عليه السلام عند خروجه من السجن إلى عتقه، لأنه حر أصلا، وجريان الرق عليه كان ظلما وعدوانا،
ممن علم أو نسب أو تسبب فيه أو رضي به. فلو أن رجلا علم أن رقيقه ومملوكه كان قد بيع ظلما وهو حر لوجب عليه فورا إطلاقه وعدم استخدامه، فليس برقيق عنده ولا عند غيره ولا عند غيره، وإن كان لا يلزمه قبول خبر عبده بغير بينة. يعني لو قال له العبد أنا حر ولست برقيق لا يلزمه قبول ذلك إلا بالبينة، لكنه لو صدقه لزمه إطلاقه. وما وقع من عزيز مصر وغيره لا دليل فيه، إذ هم كفار وأقل أحوالهم أنهم ظلمة، ولا إقرار في القرآن على فعلهم. ولكن كما ذكرنا أصل هذه المسألة في غير هذه القصة صحيح عند الفقهاء. يقول: ومنها الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف، يعني خلوتها به وانفرادها به، وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. بعض الناس يتساهل بهذا الأمر، يعني يقع في الخلوة بالنساء وهن غير محرم له، وربما في أول الأمر لا يكون شيئا حتى يعتاد ذلك ثم يوقعه الشيطان في الحرام والعياذ بالله تعالى. فمهما كان قدر الإنسان من الدين والتقى فإنه يخشى عليه الفتنة. فيوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي الله إبراهيم، ومع ذلك تعرض لهذه الفتنة، فنحن على خطر أعظم من ذلك بلا شك. لذلك على الإنسان أن يغلق القنوات التي توقعه في هذه المحرمات من الخلوة والحديث الذي لا حاجة إليه، والسفر بغير محرم، والتبرج الذي يكون من النساء، وغير ذلك من الوسائل التي حذر منها الشرع. فهذه الوسائل إن لم ينتبه إليها الإنسان ربما أوقعته في التعلق المحرم، وهذا التعلق المحرم ربما أدى إلى ما هو أخطر وأشد حتى يوقع في الفواحش والعياذ بالله. يقول: منها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وطبيعة طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم الأظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الذي يساكنه ويصير عزما وربما اقترن به الفعل. اختلف المفسرون في تفسير الهم، وقد ذكرنا أن الراجح والصحيح في تفسير هذا الهم أنه من الخواطر التي تخطر ببال العبد ثم يدفعها فيؤجر على ذلك، كإنسان صائم مثلا ونزل بمكان فيه طعام فراودته نفسه على الأكل أو الشرب والفطر ثم دافع هذا الخاطر وأتم صومه، فهذا إنسان مأجور ليس عليه إثم. وهذا لا يطعن في عصمة يوسف عليه السلام كسائر الأنبياء. وما ذكره العلماء وبعض المفسرين أنه هم أن يفعل ولم يفعل، وهذا يدل على انتفاء الهم، أو هم أن يضربها وغير ذلك من التفسيرات هي بعيدة عن تفسير الآية وسياق الآيات. يقول: ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه عنه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، كما قال الله هنا: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتقرأ أيضا المخلصين، فإن
فإنه من إخلاص الله إياه وهو متضمن فإنه من إخلاص الله إياه وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. لذلك ذكر العلماء أن العبد إذا تحرى الإخلاص وواظب على ذلك وصل إلى درجة المخلصين، أي استخلصه الله لنفسه وصار من جملة أصفيائه وأوليائه. وهكذا في سائر أنواع العبادات والأعمال، إذا اجتهد العبد في التحلي بها والتحري لها صار من جملة أهلها المصطفين عند الله عز وجل. ولذا ختمت الآية إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين، وما قال من المرسلين أو النبيين، حتى لا يتعلل أحد ويقول أنا لست من الأنبياء ولست من المرسلين وبالتالي فلا ألام على ما فعلت، بل يفتح الباب لكل من أراد أن يصطفى ويختار ويحفظ ويصرف عنه السوء والفحشاء. بذلك إذا كمل العبودية وأخلص لله عز وجل في عمله فالله عز وجل يدفع عنه السوء ويحفظه. نكمل الفوائد غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.